السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مواد تيفي. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفكرة جديدة إن شاء الله. حلقة اليوم سوف أحكي لكم تجربتي حول تسلق جبل تبقال. أول شيء سأقوم بوضع بعض المعلومات على جبل تبقال. هيا بنا نبدأ. جبل تبقال هو أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال الأطلس، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 4165 متر، وتقع هذه القمة ضمن الحدود دولة المغرب على بعد 60 كيلومتر جنوب مدينة مراكش التي أقطنها أنا شخصيا في الأطلس الكبير، وهو أعلى قمة في شمال إفريقيا. وتم تسجيل أول تسلق لجبل تبقال في 12 من شهر يونيو عام 1923 ميلادية. قد قام بها 3 أشخاص، سوف تجدون أسمائهم هنا لأنها كبيرة جدا ولا أستطيع أن أنطقها. وقد تم وضع علامة معدنية كبيرة هرمية الشكل على قمته، وفيها إطلالات جميلة على معظم جبال الأطلس. بعد ما أتيتكم معلومات باللغة العربية، للأسف ما غاش نقدر نكمل ولا نحكي لكم حكاية باللغة العربية، غادي نكمل بالدارجة المغربية، يصبروا عنا وصافي. المهم تقريبا شهر 8 في شي 18 ولا 19 ولا 20، المهم بلا تحديد اللي ما عقلتش عليه بالضبط، ضروا لي صاحبي ويقول لي اش بان لك نطلع لتبقال. انا ديجا عندي الحلم ديالي ان نطلع لتبقال. شنو انا بغيت نطلع لتبقال، هذا من الاحلام ديالي ان نطلع لتبقال، هذا من الاهداف اللي رسم في حياتي ان خاصني نطلع لهم. وما يمكنش انت ساكن في مراكش وحده تبقال ما تطلعش لتبقال، راه الحماق هذا. ملي تمشي لتما تيبان لك بان ناس جايين من دول كثيره، ناس جايين من مدن كثيره، وانت حداك وفي مدينتك وما تطلعش ليه، هذه مشكله. الدري ما تمشي ولا الشخص ما من خاصك تمشي، خاص تكون العقليه ديالو تقريبا بحال عقليتك، وانسان في شكل اللي تمشي معه ماشي اي واحد تمشي معه، ولا بحال شحال ما شفتي تكتب فيسبوك ولا في دوك الجروبات ديال التريباج شكون يبغي يمشي لتبقى يمشيو مجموعين، وانت واحد الشخص ما عرفتي كيدير طبيعته وما داكشي وتمشي معاه. المهم فتقريبا كما قلت لكم 18 ولا 19 ولا 20 ما عقلتش بالضبط فيش، دور لي صاحبي قال لك اش بالك نطلعوا لتبقال، لدرجه انه صاحبي ما عندوش مع الجبال. ما تنقول ليه اش بالك نمشيو لتبقال، تيقول لي لا ما الجبال اخر حاجه نمشي لهم انا، هو نطلع للجبل بغي نضرب حتى النار وداكشي بغيت نشوف كاع. دور لي فلان ويقول لي نمشيو لتبقال، ما قلتليش لا ولا، قلت ليه السيمانه الجايه نمشيو ان شاء الله، قال لك لا شهر 9 ان شاء الله، الاخر ديال شهر 8 شهر 9 نهار واحد نقول لك كاليك امتى نمشيو. قلت ليه صافي، المهم عند قال لي شهر 9، قلت انا صافي ما بقيتش نمشيو محل باقي نمشيو. داكشي علاش قررنا ملي دوليا ما بقيتش عطيت داكشي اهميه، لان قلت باي محل باقي يمشي. المهم ف ديما تنقول ليه واش بغيت تمشي نيت، لا تقول لي لا غادي ان شاء الله غادي. مره تنكونوا كاع جاك وتنقول ليه شهر 9 ان شاء الله، بتقول ليه كيما تقول ليه لا صافي بغينا نمشيو صاحبي، لا بغينا نمشيو. المهم وصلت شهر 9، وفي هذيك المرحله كلها تبدا تنطقي انا في الناس اللي مشاو تما وفي الجبال وداك الشيء، صافي طب مش لي عقلوا بان راه ضروري خاصني نمشي، راه ما بقاش خاصنا انا يخوي بيا ولا يمشي حتى ديك الساعه يقول لك راه كثير والله درت بالنقص ذاك النهار كنت موتيفي شويه وكذا، حتى مادام ضروا لي راه حسيت بانه باغي نمشي صافي، اما كوني شي حاجه ثانويه ولا كون صيفط لي ميساج عادي. المهم جاء شهر 9، جاء نهار الاول قلت ليه اش كاين، قال لك السيمانه الجايه ان شاء الله نمشيو ان شاء الله. السيمانه الجايه جمعنا باكتاج ديالنا، جمعنا داكشي اللي خصنا وحنا ننطلقوا. مشينا كما شفتوا تقريبا مع الصبح جمعنا داك الباكتاج داكشي. المهم قررت انا ندير فلوق، نمشي من كيفاش داك الاول كيفاش انك تفيق وداكشي. المهم شويه وانا قررت اني في اخر لحظه وانا نقول مع راسي لا انا ديك اللحظه خاصني نمشي نعيشها، ماشي بلاتي صورني هنا بلاتي نوقف هنا نزيد بلاتي، وانا نقول لا عتي بيتي انا واش ندير لا فلوغ الاول ونمشي انا نعيش اللحظه. المهم داكشي علاش قررت اني يعني ما كنتش قابل ندير الفيديو، ولكن بعض الناس قال لي تيجي الفيديو تيقول لك كاع الناس قالوا لي، انا ماشي قالوا لي الناس، شي جوج الناس قبل قالوا لي واش ما درتيش فلوغ صاحبي ضيعتي الناس في حياتك كان هكا دير فلوغ تما. المهم صورت بعض اللقطات وصورت شي حوايج، وغادي نهضر بزاف د الناس شحال من بغا يمشي لتما، وتيبدا يسول كيفاش تما مشيها وشحال الثمن وشحال تقام عليكم داك الشيء واش انت تجي واشنو قاعد الاسئله، غادي نجاوب عليها ان شاء الله اليوم. المهم كي تمشي لمين بيسا تجاول ايمليل، بزاف الناس تيركبوا ايمليل قليل اللي تيمشي موريكا، ولكن ايمليل هي الانطلاقه ديال تبقال. ملي تمشي تشد الميني بيس سيدي ب 30 درهم ولا 35 درهم، شدينا حنا ب 30 درهم تطلع حتى الايميلي. انا قبل
مشيت شديت النمره ديال واحد اللي لقيت تما، كنت شفتو لاحو واحد التريف واحد الستوري، قال لك ما تري الله يعمر دار راه لقيت التميره بغيت طلع. المهم تويت معاه شحال الثمن، قال لك 500، قال لي 500 درهم غادي نحسب لك 400 درهم صافي. قلت له مزيان واش نطلعوا له تبقى نودو؟ قال لك لا راه النهار. واو يعني 16000 حنا بجوج غاليه اخويا ماشي بزاف. لا راه ثمن زوين، درك ثمن زوين اخويا وكذا. قلت له المهم في اخر ان شاء الله غادي نجوز، غادي نجيو ان شاء الله نهار السبت وفي اخر الا تشوفنا. المهم انا اش قلت لك الدري، قلت له حنا قررنا راه 400 درهم غاليه النهار، غادي اش نديرو نمشيو حتى تما نشوف الا حنت ولا زكا 350 درهم. قلنا الا لقينا قل غادي نقضيو، غاد ما لقينا قل غادي ندغوا لك السي هذاك داك الدري اللي بغى يمشي معنا. قال لك صافي اخر. المهم مع داك الدري قلت له تشوش حنا راه لقيت خاصنا نتفرضوا فيه شي 3 ولا 4 الا بغى يجينا رخيص شويه. المهم حنا قلت له اش بغينا نديرو؟ ملي بغينا نمشيو للميني بيس تما كاينين اللي بغينا نتلاقاو مع شي واحد بغى يطلع بقالي ولا تما. مشينا للميني بيس نتسناو، ملي مشينا لقينا السيد باقي نازل من الميني بيس. جينا حنا بكري، قلت لك الصبح درنا الانطلاقه. المهم لقينا السيد باقي ناس. المهم فيقنا قلنا له واش تبقى واش يمليل؟ ماشي تبقى يمليل. قال لك اسيدي يمليل ان شاء الله، تسناو بك تاع عمر سميتو. المهم قاعدين حنا تما شويه، هما جايين واحد الجريت تا هما لابسين السيكان ديالهم. انا ندير فاكا قلت لهاش، قلت لك هما الدراري غاديين تا هما تما وباذن الله تعالى بينا نمشيو مجموعين. المهم جو التالي وقفوا السلام كي داير بخير واش تيمليل؟ ايه تيمليل اسيتي. المهم قعدنا شويه حتى نتيو نجيبو في الهضره. وقعت واحد اللقطه زوينه هو انه داك الدري اللي معايا هز الشكره. المهم هذاك ساكادو بوحدو وانا ما هز والو، داك عندي صاك كبير انا ديرو في الميني بيس تيدو في داك الدري اللي تيقول هاد خياتنا بغينا نقولو لهم نمشيو مجموعين، ولكن هادو غادي نلبس صاك واحد واقيلا بغا يحشرو فينا هادو. وطبعا ضحكنا داك الدري. المهم مشات تيما بعضياتنا في هاد الهضره. المهم جا داك الدري قال لك واش بتمشيو؟ قلنا ليه، قلنا له حنا جبدناهم قلنا اش غادي توقع؟ قال لك قلنا مزيان سيدي الله يستر وكذا. حتى نهضرو قلنا لهم في قيدات الكيد، قال لي واش قلنا لهم واش نشدو كيد واحد؟ قال لك في اخر قلنا واش انتم واش عرفتوا شي كيد ولا؟ قال لك حنا زكينا مع واحد الكيد، قال لك كان 400 درهم. قلنا له واش 400 درهم واش للنهار ولا نطلعو تبقى نودو؟ قال لك حنا زكينا مع نطلعو تبقى نودو. قلنا صافي اخر. المهم نختصر لكم، طلع ركبنا في الميني بيس مشينا للايميليل، طلعنا مشينا لتما فطرنا في ايميليل، دورنا للدري جا تقدينا داكشي اللي خصنا. طلعنا سيدي الانطلاقه. هنا سيدي ملي طالعين اول حاجه هو انه واحد القضيه الكيد راه ضروري ضروري منه. لا طونت بلا ما تجيو ولا تعذبوا بها، راه ممنوعه تما حاليا. ولكن تيقادو فين يكون لا طونت؟ خليناهم تيقادو فين يكونوا باش انه تحطوا في واحد السيكوريتي او رجل امن اللي تحطوا في اللي بغا يحطوا تما باش انك طونت حداهم. المهم الكيد راه ضروري منه. اول حاجه تتلقى بوسطه تاع الشرطه تما، تدهتيهم لاكارت تيهزو المعلومات تطلع. المهم تطلع 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 حتى لشامهروش تما. شامهروش تتلقى واحد اخر، تلقى واحد اخر تما تعطي لك لي كارطه ديالك تيهز المعلومات. المهم تطلع تاني تجيب دوره في شامهروش، جدا دوره شنا المناظر تما في شامهروش، شنا بزاف د الحوايج تما في شامهروش اللي في شكل. المهم شتينا الطريق، بزاف الناس بغا يقول لك واش الماء كاين واش كذا. الماء راه موجود في الطريق، موجود بزاف 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 تبارك الله موجود الماء. كيما غنشوف في هذا الفيديو ولا الى لقيت لكم واحد الفيديو غادي نوري لكم ديال الماء، راه كاين العوينات في الطريق. المهم تطلع تبدا طالع طالع. المهم الاخوت اول حاجه اللي بغا يطلع لتبقى بريباري مزيان، راه تمرات المعقول. حنا راه سيمانه وحنا تنزكو بالنا بريباريو، اليوم نجريو غدا نجريو اليوم نجريو غدا نجريو، حتى جا النهار الموعود وما باقي جرينا ما باقي درنا والو. صافي طلعنا هكاك مخمم. المهم الخوت راه صعيبه بزاف والله الا صعيبه. انا كنت حاب ندير هكاك ما نقدرش نطلع، خاصني بريباري على المهم على واحد السيمانه ولا اكثر، ولكن قلت داكشي راه سهل وانا صافي انا كمل. مشينا ضربنا تم راه ديال المعقول، وتنزيدو تقريبا واحد شويه 15 متر 20 متر ونقعدو نتسارحو. وغادي هكاك حنا ولينا اربعه والكيد هي خمسه، وغاديين مقصرين مره نوقفو مره غاديين مره كنت ميرات ولا. المهم تقريبا حنا شويه مره تنقول داك الكيد واش باقي ما وصلناش، تيقول لك تيدير في واحد المكانه. نضرب كنت نتفكر ديك اللقطه ديال في المكانه، تيقول لنا باقي ساعه الله رب، باقي 45 دقيقه، شويه تيقول لك ثاني باقي نص ساعه، باقي شويه راه علاين. المهم مشينا حتى وصلنا لوفير تما، راه تما عالم اخر تما. صافي ملي وصلنا راه ما قدرتش باقي نوض، ما قدرناش باقي نتحركوا. حنا مول حنا يعني ما تنجريو ما تنتريني ما والو. صافي وصلنا لتما، دخلنا سيدي لداك الفور تما. حلوتي البليتي تبارك الله، اللهم بارك. الطاج الاول والثاني استرهار، شي على دوب الليل
كويزينا صويلين هطيب تيش حاجة تجيبها داك وانا سي حس يلا عم غدار هطي أرس صورة صغيرة الله سيجيلها دونا دارة بيمشيو حتى نتوما صافي يا الله سيدي نموت تطلع هذا من ندير هذا جينا الثمن هو 150 درهم لواحد على حسب الشومبر اللي ما بينو بين اما كاينه 100 وكاينه 170 درهم وكاينه 180 وبالنسبه على حسب ما قال لك السيد قال لك الراجل ومرته تما توصل قال لك الى بو غرفه وحده فيها التوش فيها داكشي المهم توصل قال لك حتى 1500 درهم لغرفه وحده المهم الثمن كثير بزاف ولكن الانسان اللي بغى يقضي ويشوف تبقى الهدف وانه يشوف تبقى يقضي باش ما المهم بتنا تما قعدنا قعدتينا واحد شو ما يتكال الدراري الاخرين واحد جوج دراري طاحوا ما قدرش ينوضوا قعدتينا ما يتكال كنا داكشي دغيا وحنا نعسنا وصلنا تقريبا مع العصر ولا المهم صلينا وداكشي نعسنا تقريبا فقنا مع المغرب واحد الجو يا سلام ملي تفقت مع المغرب واحد المنظر والجبل والماء موجود المهم فداك الفرج تما الثمانيات تبدا تطوح الماطي خدامين بشي موتور تاع الطو المهم عاد ثلاث سوايع ولا قال لك راه بغيت تقطع الطو واحد الفرج اخر شويه كبر فوق شويه ما تيتقطعش فيه الطو هذاك ولكن هذاك تكون فيه الكوار بزاف المهم المفاجاه ملي مشي اللي تمشي تما هو انك تتلقى الاجانب اكثر من المغاربه الاجانب تصور الاجانب اكثر من المغاربه تيطلعوا للقمه المهم فقنا تقريبا مع 3 ونص قالنا 3 ونص الا بتشوفوا شروق الشمس 3 ونص خاصكم تفيقوا 3 ونص خاصكم ديروا الديبا حنا فقنا مع 3 ونص دغيا درنا واحد القهوه وكنا شويه وحنا نديروا الديبا مع 4 يعني نص ساعه خاصنا صافي حنا انطلقنا ملي خرجنا كي خرجنا بعدا من داك الفرصه نديروا هكا تجيب لنا الدورة وفي جبل عباد الله طالعين واحد المنظر يا سلام وما عمرني داكشي انا غادي يكون هكاك وحق الله ما الصراحه المهم طالعين حنا طلعنا تبعنا دوك الناس شويه تجيب لك شويه تجيب لك بان نطلعوا في النيفو تندركوا هادو شويه تندركوا الاخرين شويه تندركوا الاخرين شويه تندركوا هادو والضوعه وتجيب لك الدورة وما مره مره شويه تيغوت واو في الدراري الاخرين ماشي حنا ما تنديرش داكشي تيغوت وفلان تيخلي صاحبو ولا شي واحد معاه ولا شي عنده ولا شي واحد في ليكيب ديالو تيدير وفلان جبل فوق تيقول هذاك واحد انا ولا شي بلاصه المهم واحد المنظر داكشي رائع المهم تزيد تطلع المهم حنا وصلنا تقريبا شويه قربات صافي قربات شرق الشمس قال لك هذاك قال لك ديك الساعه قال لك اللي بغيت تيرا خصاتنا قال لك صافي انا الهدف ديالي نشوف ديك شروق الشمس تما درتو هدف انني نشوف شروق الشمس صافي عرفت جبت اجر لا تاك ما بقيتش نتسارع واخا تهمات المعقول ما قدرتش نتحرك ولكن في تعز المهم اختصرت انا واحد الطريق اخرى تبعت شي وحدين هما بشوا تيدورو المهم وصلت انا الاول وشت شروق الشمس تقريبا بيني وبين واحد الدري اخر تقريبا شي 5 دقائق ولا شي 4 دقائق باش تبعني الدري اللي كان تابعني المهم قعدت شت شروق الشمس مزيان وصلت القمه عرفتي بدا هذيك ديك اللذة وديك المتعة بأنك توصل للقمة ولا هي توصل وتقول واه هاديك تيبان داك البالون تحتي طلع هو تيأدرينالين دك 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 قلبك بفرحة وما عرفتش تما كان داك الناس خو الحال ولكن متى توصل تما ما عرفت المهم جيت واحد جيكيطا بعدا تالي واحد الدري الله يجزي بيه خير بعدا ديال التريباج هي باش مشيت وهي اللي نفعتني بزاف تما هي اللي لبست جوج سراول مغطينا هاديك ولابس هاداك الصاك مزيان باش انه يسخني وطالع والسمرات المعقول البرد المهم طلعت تما وصلت تقريبا شي 5 دقائق ولكن ما قلت لكم تبنيت الدري الاخر شروق الشمس واه يا سلام لقينا شي ناس بدات تلقونا بزاف الناس والناس والاجانب وداكشي ولكن ملي تشوف هذاك شروق الشمس وداك المنظر يا سلام والله العظيم الا اش نقول لكم احسن حاجه واجمل حاجه وقعت لي هذا العام هو اني طلعت لتبقال واحسن حاجه هو اني قررت اني نطلع لتبقال المنظر عرفت كي داير تما شدينا التصويرات تصورنا مزيان قعدنا مزيان المهم داكشي طلع زويان المهم قعدنا تما شي نص ساعه تقريبا ولا ساعه تنتصوروا مقصرين وقاعدين داكشي تنشوفوا داك المنظر تاع داز شروق الشمس المهم وحنا نهودوا في حياتنا تقريبا تهواد ما صعيبش ولكن تاكلها في الركابي تبدا تكالي وتتكون صعيبه
لدرجة حنا ودنا توصلنا نصف الطريق عاش يعطيني الله دوك اللي دركنا في الأول يلا طالعين مساكن المهم داكشي طلع زوين تبارك الله نزلنا في حالاتنا نزلنا الثالثة قالتينا الغداء تغدينا مع راسنا عرقناها تقريبا ديك نعسنا وصلنا تقريبا ديك 9 ولا مع 11 تما قلت لك قالينا ما ميتك ولا داكشي الفطور نعسنا وملي نعسنا فقنا تقريبا مع ديك جوج ونص ولا ثلاثة ماشي لا شي جوج ونص تقريبا ولا الوحدة ونص صافي درنا تيبار هودنا لقا ولكن تاكلها في ركابي صافي وحنا نهودو في حالتنا سيدي وطلعات الرحلة زوينة 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 بزاف لواحد الدرجة ما تصغروهاش الرحلة سيدي فيها يومين تقريبا يومين الماكلة درتي ما كاينش حاجة خفيفة كما قلت لكم لا طون ما نديهاش ما ديش باش تغطى ما ديش باش تفرش لأن كلشي تيكون في هذاك الفيروس تما واش آخر واش آخر المهم بتقول لي الرحلة بشحال تقامت الرحلة تقامت رخيصة 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 بزاف بزاف تقريبا تقامت بشي 400 درهم لواحد ولا لان الماكله كلها دينا معنا ما شرينا والو تما الماكله البوطات المهم كلشي دوك البوطات الصغيورين وكلشي دينا معنا تما الماكله درنا الاحتياط ديال الماكله اللي بغي خصنا في هذيك المايه كلها دينا معنا المهم طلعت الرحله اجمل ما يكون والفيديو ديالي اسمحوا لي طولت عليكم الفيديو وصل للنهايه ديالو وتنتمنى اي واحد انه يدير التجربه وانه يطلع وخصوصا بان تنشوفوا الاجانب كثر بزاف تيطلعوا لذاك تما وحنا في بلادنا وحدانا وما تنطلعوش ليه يعني هذه اشكاليه وخاصنا نطلعوا لذاك بالنسبه للناس اللي عندهم مع الجبل اما بالنسبه اللي ما عندهمش مع الجبل داكشي راه عادي ولكن تما ما تتلقاش من ولا كما تنقولوا تتلقى هي الناس اللي نيفو طالع ما ناحيه الرياضه ناحيه بزاف د الحوايج ما تتلقاش من كاع اللي ما كيميد حتى يقول انا طلع تما تتلقى هي الناس الواعره ومهم اخوتي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك بارطاجيو مع صحابكم اللي بغيو يمشيو ولا الناس اللي بغي اللي ما غادوش انهم يمشيو صيفطوا هذا الفيديو شجعهم قول لهم هذاك الشيء راه زوين والله يسر لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.